الو. الو، مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك يا سلام؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ امي. امي؟ ممكن. ممكن ماشيها امي. اوكي. كم سنه؟ 28. 28 سنه. مرتبطه؟ لا. ولا يعني ما كانش في ارتباط عاطفي او خطوبه او جواز؟ لا، كنت متجوزه وانفصلت من 3 سنين. انا كنت بحبه جدا. كنا عايشين مع بعض 7 سنين يا استاذ اسامه. بعد كده انفصلنا من 3 سنين. حاولت ان انا ارتبط تاني بعدها ب3 سنين، يعني في شهر 12/2 اللي فات. فشلت برضو، ما عرفتش. هو مسيطر عليا استاذ اسامه بطريقه اللي هو مش مخليني ان انا لما جيت ارتبطت تاني قلت يعني ايه، الاولاني خلاص فانا هشوف بقى حياتي واشوف دنيتي وكده. اكتشفت ان لا، يعني الدنيا لا، مش هينفع ان انا ارتبط، مش هينفع ان انا اكمل مع حد، مش هينفع كده. ليه؟ استني بس، عندك اولاد؟ لا. طب مسيطر عليك ازاي؟ يعني ازاي دخل في حياتك ما انتوا انفصلتوا بقالكوا 3 سنين؟ يعني بيعمل ايه عشان يسيطر على حياتك؟ هو كتفكير بس يا استاذ اسامه، كحب. يعني انت لسه بتحبيه؟ يعني هو مسيطر على يعني التفكير فيه هو اللي مسيطر عليك بالظبط كده. طب وانفصلتوا ليه يا بنت الناس؟ بص والله يا استاذ اسامه، احنا انفصلنا وهو كان بيديني اسباب ومبررات اللي هي كنت انا شايفاها تافهه وهو كان شايفها كبيره، فما قدرناش نكمل. يعني هو اللي طلب الانفصال؟ انا وهو بصراحه احنا الاثنين قلنا لا، احنا مش هينفع ان احنا نكمل مع بعض. هو كان خانقني بزياده، بس مش الخنقه اللي هو ايه كارهني فيها، اللي هو انا بحبك بس حبي ليك، عارف يا استاذ اسامه، الغيره اللي هي بتخنق بزياده دي. هو كان كده معايا، فانا ما استحملتش كده بصراحه. وهو كان على طول لا، بتعملي ايه، ما بتعمليش ايه، كل ده. فخلاص احنا مش هنكمل. يعني ما استحملتيش ومشيتي، وبعد ما مشيتي اكتشفتي انك مش قادره تعيشي من غيره؟ بالظبط كده. ارتبطت. ما فكرتش ترجعي له تاني؟ والله بص يا استاذ اسامه، انا ممكن اكون فكرت، بس عارف هو ممكن يكون مش سايب المساحه دي. يعني هو قفل الباب خلاص. بس هو انا عارفه ان هو بيحبني ومش بيفكر ان هو يرتبط. يعني حتى لما بيجي ان هو يرتبط كخطوبه وجواز وكده، لا، رافض الموضوع تماما، ومستني ان انا يعني انا اللي اتجوز الاول وبعد كده هو يتجوز. طب ما يمكن انت اللي بتقنعي نفسك بده، وهو اساسا رافض يرتبط عشان عايز يعيش حياته. ممكن. بس يعني لما حتى حد من عنده جه قال لي لا، هو مش عايز يتجوز غير لما انت تتجوزي. فتمام، يعني اخته جت قالت لحد قريب مني لا، هو مش عايز يتجوز. طب طالما مش عايز يتجوز غير لما انت تتجوزي، طب ما نتجوز بعض تاني والدنيا تظبط وخلاص. حاولنا ان احنا نتكلم في الموضوع ده تاني يا استاذ اسامه، قال لا، يعني احنا ممكن حبنا يفضل عايش بس احنا بعيد، لكن احنا مع بعض هنخنق بعض، لو اتجوزنا هنتطلق تاني. طالما هو رافض والدنيا خلاص قفلت كده، يبقى انت يا بنت الناس كمان لازم تفكري بالعقل بقى. بقول لك ايه، انت متخيله ان الدنيا بتقف على واحد؟ بص يا استاذ اسامه، هي ما وقفتش على حد، ما وقفتش على واحد. بس انا حتى لما انا جيت ارتبطت وكان موضوع خطوبه وان انا اكمل وكده، لقيت نفسي لا، انا مش عارفه. يعني عارف لما تحس تلاقي اللي قدامك ده يا بيستغلك في عواطفه، يا في مشاعرك، يا في اي حاجه. طب ما هو بعيد عنك يا بنت الناس، بيستغلك في ايه؟ انت اللي بتستغلي نفسك، انت اللي بتعملي لنفسك كده. اتكلم حضرتك على الارتباط اللي هو الطرف الشخص التاني اللي هو لما دخل حياتي. الشخص التاني هو حسيتي ان هو بيستغلك؟ بالظبط كده. لا، مش حب، مش شايفه الاولاني كان بيعمله معايا خالص يا استاذ اسامه. يعني كنت قبل ما بطلب الحاجه كانت بتجيلي، مجرد بس ما بتكلم بيبقى هو عايز يعرف. ما هو الاولاني يا بنت الناس ما ريحكيش، وبعد كده ما فيش جوز او زوج او زوجه تفصيل. لازم يكون في مميزات مش موجودة في الأولاني، والأولاني فيه مميزات مش موجودة في التاني. الفكرة مش في المميزات ولا بالميزان. بص، عايز أقول لك حاجة، عمرنا ما هناخد الأمور بالورقة والقلم.
الحب والمشاعر دول إحساس. يا ما ناس مرتبطة بناس ما عندهاش ولا حاجة من المميزات اللي كانت بتحلم بيها، ولكن في مشاعر تجاهه هي دي اللي بتعوض كل ده. ويا ما ناس حسبتها بالورقة والقلم وخدوا كل المميزات، كل الأوبشنز يعني اللي هم كانوا بيحلموا بيها وما كانوش بيحلموا بيها، ومع الأسف لحد دلوقتي لسه بيدوروا على الحب في عيون ناس تانية. لما تيجي ترتبطي ما تقارنيش واحد بالتاني، لأن ما فيش بني آدم زي التاني. لما تيجي ترتبطي شوفي الأول قلبك دق ولا ما دقش. لو قلبك دق وحسيتي تجاه الإنسان ده إنك عايزة تكملي حياتك معاه، ارتبطي. غير كده ما ترتبطيش، إنما نحسبها بقى ونوزن، وده كان بيعمل وده ما بيعملش، ألبس الفستان الأصفر ولا الفستان الأخضر ولا الجزمة البمبة ولا الجزمة السودة. الجواز عمره ما كان كده.